بسم الله الرحمن الرحيم. قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. مش قادر أقول لكم وحشتونا قد إيه، بعتذر عن الأسبوع اللي فات، وعايز أقول إن ربنا يا رب ما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما على الطاعة ويجمعنا دايما في ليلى في بيت النبي، البرنامج اللي بحس إن بركة النبي بتحل فيه صلى الله عليه وآله وسلم. نتمنى ان ربنا يجمعنا كل اسبوع لحد ما نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، ونكون قضينا الف ليله وليله في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونقضي في الجنه اجمل ليله، ما فيش ليالي هناك، اجمل يوم في عمرنا كله في جنه الفردوس الاعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. حس معايا بالمعنى الجميل اللي بقول لك كل مره استحضر المعنى الجميل ده، انك داخل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. حقيقه يعني طبعا مشهد مهيب جدا لو انت تخيلت ان انت داخل الان بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وسكينه وادب. واوعى تنسى التاشيره تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، للذي كانت ليله خاصه جدا. كنا داخلين على النبي فلقينا النبي مجمع بعض الصحابه وبدا يعلمهم حاجه، الحاجه دي جوه فطره اي انسان في الدنيا. كل انسان في الدنيا لازم يحب ولازم يتحب ولازم يستعمل قلبه في الحب ده، لكن لازم يوجه الحب دوت للفطرة الجميلة السليمة اللي ربنا فطرنا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجمع الصحابة عشان يعلمهم الحب الحلال، الحب الحقيقي. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة وأهم حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سبحان الله، يعني الحب العظيم الجميل، الحب الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تعالوا نبدأ موضوع الليلة دي، موضوع الليلة دي فتنة الحب. هتقولي طب ما احنا كنا يعني منتظرين انت تتكلم النهارده في العقد. حقيقة فعلا كان لازم اتكلم النهارده في الحلقة الثانية من موضوع العقد، لكن لقيت ان في موضوع مهم برضو يندرج تحت موضوع العقد. ان في ناس كتيرة جدا، الحمد لله ربنا يبارك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيجروا ورا الحلال وبيخبطوا على البيوت من بيبانها ورايحين عشان يتجوزوا، بيبتغوا الجواز الحلال والبيت الحلال، وعايزين ينشئوا بيت مسلم يكون على غرار وعلى نهج بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في صنف آخر بكل أسف قبل ما يروح ويترك على البيوت من بيبانها، لا، سلك مسلك تاني خالص وبعد عن طريق الحلال ودخل في طرق حرام كتيرة جدا، وانتشر الحب المحرم والعلاقات المحرمة، وابتدى كتير من الشباب ينجرفوا في الطريق ده. فقلنا قبل ما نكمل موضوع العقد نتكلم ونحذر ونوضح بكل حب وبكل رحمة وبكل حنان. بناخد ولادنا وحبايبنا وإخواننا الصغار في حضننا وبنقول لهم تعالوا نشوف الحب الحقيقي، تعالوا نشوف ان الحب الحقيقي هو ان انت تحب ربنا وتحب نبينا صلى الله عليه وسلم وتحب الصحابه وتحب امك وابوك وتحب اهلك واحبابك وتحب اخوانك المؤمنين في كل مكان، وما تستعملش القلب ده ابدا في حاجه تغضب ربنا
سبحانه وتعالى. عشان كده درس الليلة دي واحتمال يكون درس برضو الثلاث اللي جاي يكون عن فتنة الحب، عن أسباب فتنة الحب وأسباب الحب المحرم، وكيف نعالج هذا الحب المحرم، وإزاي نخلي القلب ده معبد كله لله، لا نستعمله إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نبدأ اللقاء بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله خلقنا لحكمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعطانا نعم كتيرة جدا، لكن كل النعم دي ربنا اختزلها في أعظم وأجل وأفضل نعمة في الكون ده كله، اللي هي نعمة الإسلام. لك أن تتخيل حضرتك، ولك أن تتخيل حضرتك أن أهل الأرض يعدوا 6 مليار، منهم 1.3 مليار مسلم، والباقي كله يكفرون بالله سبحانه وتعالى. يعني 4 أخماس أهل الكرة الأرضية يكفرون بالخالق، ومع ذلك ربنا بيرزقهم وبيعافيهم وبيعطيهم وبيفتح عليهم من فتوحات الدنيا الكثير والكثير، ورغم ذلك يكفرون بنعمة الله سبحانه وتعالى. ربنا اصطفاني واصطفاك واصطفى كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي عشان نبقى مسلمين، نبقى موحدين، نعبد ربنا ونتبع نبينا. نعمة جليلة جدا. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول ان النعم الكتيره كلها اختزلها ربنا في نعمه واحده. قال جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هي دي النعمه الحقيقيه. عشان كده ربنا امرك ان انت تتمسك بالنعمه الجميله والنعمه العظيمه ديت لحد اخر لحظه واخر نفس في عمرك. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، ومحدش هيسمع النداء ده الا اهل الايمان والتقوى، أهل الورع، الناس اللي قلوبها امتلأت حبا لله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هتعيش على الإسلام، هتموت على الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إيه الثمرة الجميلة اللي تحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي ولا تحزنوا من اللي فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا كرامة، إكراما وضيافة من المولى عز وجل، نزلا من غفور الرحيم سبحانه وتعالى. عشان كده لما تنزل قبرك ولما أنزل قبر ولما كلنا ننزل قبورنا اللي كتير من الناس خايفين منها، وأنا عايز أقول لكم عملت قبل كده درسين عن نعيم القبر. الناس فاكرة أن القبور مليانة عذاب وشجاع أقرع، القبور مليئة بالنعيم العظيم جدا لأهل الإيمان. والله والله ثم والله أذكر أنه مرة ذكرت درسين عن نعيم القبر، وصلتني رسائل على الموبايل كتير من الناس بيقولوا والله خلتنا نتمنى أن احنا نخش قبرنا النهاردة عشان نشوف النعيم اللي جاي من جنة الرحمن في القبور بتاعتنا. ربنا يا رب يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. لما ننزل قبورنا من ضمن النعم التي سنسأل عنها نعمة هذا الدين العظيم. سنسأل: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده نعم ربنا علينا كتير جدا. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. لو حبيت تعد نعمة الإسلام فقط، نعمة الإسلام اللي بندرك حواليها كل حاجة، كل نعمة، إزاي تعاملت مع زوجتك، مع أولادك، مع أبوك، مع أمك، مع جيرانك، مع نفسك، تتعامل إزاي مع ربك قبل ذلك، تتعامل إزاي مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، مع كتاب ربنا، مع الملائكة، مع الكون ده كله، إزاي تتعامل، كل دوت موجود في هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة عظيمة. اللهم لك الحمد أن خلقتنا مسلمين، فلا تتوفنا إلا ونحن مؤمنين موحدين، اللهم آمين. أخوي وحبيبي، كان من ضمن النعم الجميلة الجليلة اللي ربنا أنعم بها علينا نعمة القلب، نعمة عظيمة جدا. القلب ده هو مناط الإيمان ومناط التكليف، هو محل النية في الدنيا. النية كلها، النية لوحدها يعني عمل لا يحتاج إلى عمل، النية لوحدها عبادة مستقلة يا جماعة. ولذلك حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. قسم الدنيا دي كلها والناس كلها لأربع أصناف من البشر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. شوف التاني بقى، هو رجل
آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية. الله يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. يبقى النية عمل عظيم جدا، وعمل لا يحتاج إلى يعني عبادة لوحدها لا تحتاج إلى أي شيء آخر، لكن أي عمل في الدنيا يحتاج إلى نية. فالعمل بلا نية كالجسد بلا رأس وكالجسد بلا روح. يبقى إذن النية عبادة مستقلة، ولذلك فالقلب في الدنيا محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم، ربنا بيثنى على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ده يا جماعة لازم يحب ولازم يكره. يعني الحب شيء جميل جدا، يعني لازم نحب طبعا، لازم تحب ولازم تكره، لازم تحب أهل الإيمان وتكره أهل الكفر والفسوق والعصيان. وكره ليس كره يعني شماتة، إنما أنت تكره أعمالهم. إنما لو أسلم هذا الرجل فهو أخي وهو أخوك، ولو أن العاصي تاب إلى الله فهو أخي وأخوك. أنت لا تكره العاصي لذاته، وإنما تكره المعصية التي يفعلها هذا الرجل. فإن تاب فهو أخ لنا في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يبقى الحب شيء جميل ولازم نحب طبعا، ولو ما حبتش يبقى ما عندكش قلب. لكن السؤال: أحب مين؟ وأحبه ليه؟ وأحبه إزاي؟ هو ده موضوعنا. أحب مين؟ وأحبه ليه؟ وأحبه إزاي؟ في حب يا جماعة ممكن يرتقي بينا في أعلى درجات الجنة، وفي حب تاني ممكن ينزل ويهوي بالإنسان في درجات الجحيم، ربنا يعافينا ويعافيكم. عشان كده عايزين نقول ربنا هو اللي خلقنا، وهو اللي خلق القلب ده جوانا. خد بالك، والقلب اللي جواك ده أنت لا تملك منه أي شيء، أنت لا تتحكم في هذا القلب، رغم أن القلب ده جواك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قلوب العباد، كل العباد، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، شفت الدعاء ده مين؟ ده صاحب أكثر قلب ثابت على وجه الأرض هو النبي. ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان أنا وإنت ندعو ونقول الدعاء دوت، إذا كان النبي صاحب القلب الذي ثبته الله وملأه الله إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الدعاء، يبقى من باب أولى أن احنا نقول هذا الدعاء وندعو الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا جميعا على الإيمان وعلى الطاعة وعلى التوحيد. عشان كده بقول لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق القلب ده جواك هو اللي يعلم ماذا يصلح هذا القلب وما الذي يفسد هذا القلب، وازاي تستعمل القلب ده. أدي لحضرتك مثال، قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ندي مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو حضرتك اشتريت عربية وانت ما تعرفش العربية دي بتستعمل ازاي، معكش كتالوج بتاع العربية، فممكن حضرتك وممكن حضرتك بدل ما نحط في العربية بنزين ممكن نحط فيها مية، نيجي نشغلها العربية ضاعت، مش هنعرف نشغلها ولا نعمل اي حاجة، وممكن الموتور يفوت او يحصل اي حاجة. انما انا محتاج اجيب الكتالوج واقرا العربية دي بحط لها ايه، ده بنزين بيتحط هنا، والزيت بيتحط في الموتور، ولازم اغير تيل الفرامل بعد مده كذا، ولازم اعمل كذا في مش عارف ايه، ولازم اغير زيت الفتيس وزيت الكورونا، ولازم 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 في حاجه كده صيانه دوريه لصيانه ال 5000 وال 10000 وال 20000 وهكذا، عشان تفضل العربيه برونقها، تفضل عايشه معايا، تعمر معايا اكبر وقت ممكن. ولله المثل الاعلى، انسى المثل ده. القلب ده عشان اعرف استعمله صح لازم ارجع لربي اللي خلق القلب ده واساله: يا ربي كيف استعمل هذا القلب. سبحان الله. ادي لحضرتك مثال برضو تاني. لو ان حضرتك محطوط قدامك دلوقتي طبق شوربه، فرحت ماسك المعلقه وقلت بسم الله، ورحت واخد معلقه شوربه ورحت حاططها في ودانك، ايه اللي يحصل؟ خلاص مش هتسمعني بعد كده، واضح؟ الطبله نفسها ممكن تضيع. طب لا، مش هحطها في وداني، انا هشرب، اخد معلقه شوربه احطها في عينيا، مش هتشوفني بعد كده خالص، لان العين لم تخلق للشوربه
والودان لم تخلق للشربة، إنما الشربة موضعها فين؟ في الفم. يبقى كل حاجة ليها وظيفة معينة لازم أستعملها. فعشان كده القلب ده ربنا خلقه لك وبيقول لك أنا خلقت لك القلب ده علشان تحبني بيه وتعبدني بيه، يبقى لازم تستعمله في هذه الغاية. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. تعالوا نشوف الأمثلة الجميلة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة لله جل وعلا، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض صور بسرعة شديدة جدا، مش موضوعنا لكن عايزين نتكلم برضه عن صور بسيطة جدا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى ومحبة الصحابة والتابعين. تعالوا نشوف صورة بسيطة أوي، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك حبك، الله، وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وعند الموت، عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، يخير النبي بين كنوز الدنيا وبين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها ثم لقاء الله، وبين أن يلقى الله عز وجل الآن. فإذا به يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ويقول ويتلو قول المولى عز وجل: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي رب الصحابة ازاي يحبوا ربنا، ازاي يشتاقوا للقاء ربنا، علمهم كما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سيدنا حنظلة كما روى الحاكم بسند حسن، سيدنا حنظلة يا جماعة لما تزوج زوجة جميلة جدا جدا وقضى معاها ليلة البناء، ليلة الدخلة، ويعني أخذ حقه من زوجته وأصبح جنبا، سمع منادي الجهاد وهو ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. يعني كان رايحين لغزوة أحد وهو مش عارف، طب لو اغتسلت ممكن ما الحقش الجيش، ولو رحت أحارب وأقاتل وأجاهد في سبيل الله أخرج إزاي وأنا جنب؟ فاختار أن يخرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. خرج سيدنا حنظلة وقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وقتل وهو جنب ونال الشهادة. الصحابة رايحين للنبي يقولوا: يا رسول الله، لقينا سيدنا حنظلة جسمه مبلل بالماء وحواليه مية كتيرة، رغم ان احنا مش لاقين يعني نقطة مية نشربها، ما كانش فيه مية. فإذا بالحبيب المصطفى يقول: أجل، أما إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة وحنوط من الجنة. راح بعت واحد أو واحدة تسأل زوجة حنظلة: وإيه اللي حصل؟ قالت له: إنه سمع نداء الجهاد فخرج وهو جنب. فتبسم النبي وقال: لذلك غسلته الملائكة. حب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يؤثر رضا الله سبحانه وتعالى على أن يبقى مع زوجته الجميلة وهو لسه عريس جديد في ليلة البناء، ورغم ذلك حبا لله خرج وضحى بحياته في سبيل الله. سيدنا حكيم بن حزام اللي كان تربطه علاقة قوية جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الإسلام توقع الناس جميعا أن سيدنا حكيم ده أول واحد يسلم. خد بالك، كانت عمته سيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء الإسلام ظل حكيم بن حزام أكتر من 20 سنة على الكفر وعلى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم فتح مكة يسلم حكيم بن حزام ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ ربنا يغفر لي اللي فات ده. يا شباب اللي يأسنين من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، اوعى حد يأس من رحمة ربنا، اعلم ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، مهما بلغت ذنوبك ومهما بلغت ذنوبك ان شاء الله قادر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يغفر ذنوبنا ويبدلها لنا حسنات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فقال له: يا رسول الله، يغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: اجل يا حكيم، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها؟ فقال حكيم: والله يا رسول الله، ما وقفت في موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يفضل حكيم بن حزام مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إليه دار الندوة
اللي كانت بتدبر فيها المؤامرات لقتل النبي فيشتريها وياخدها وبعد كده يبيعها ويصرف ثمنها كله في سبيل الله. فيقول له أحد الصحابة: أبعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال: ذهبت المكارم كلها ولم تبق إلا تقوى الله، أشهدك أني قد بعتها وقد تصدقت بمالها، أبتغي بذلك دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. راح حكيم حج في السنة الأولى بعد موت النبي عليه السلام، وخد 1000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. في السنة اللي بعدها خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. في السنة الثالثة خد 100 عبد ووضع في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن. وجي في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا فأعتق رقابتي من نار جهنم. ثم عاد إلى بيتي وهو يبكي ويمسك بكتاب الله ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات عند هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل عند بداية سكرات الموت يبكي ويقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. بيقول له: يا رب أنا مشتاق لك جدا ومشتاق أن أنا أموت عشان ألقى الله سبحانه وتعالى، فرحان بلقاء ربنا سبحانه وتعالى. بيقول: مرحبا بالموت مرحبا. يا ترى أحوالنا الإيمانية ممكن توصلنا في يوم من الأيام أن احنا نبقى مشتاقين للموت؟ هو مش مشتاقين للموت عشان الموت نفسه، مشتاقين للموت لان احنا لن نلقى الله الا بعد الموت، فاحنا نبقى فرحانين بالموت لان الموت هيبقى موعد بيننا وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني نقول مرحبا بالموت مرحبا. يا ترى ممكن نوصل للمرتبه العاليه ديت؟ سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما اسره المشركون في ارض مكه واخذوه الى ارض التنعيم عشان يقتلوه، وكان اللي بيشرف على قتله ابو سفيان قبل ان يسلم، فقال لخبيب: اتريد شيئا يا خبيب؟ قال: اريد ان اصلي ركعتين لله. فانزلوه من على المشنقه ونزل وتوضى وصلى ركعتين. قال: فاسرعت فيهما خشيه ان يظن ان ما بي حذرا من الموت، خفت الاحسن يقولوا ان انا خايف من الموت، ده انا مشتاق للقاء ربي سبحانه وتعالى. فصلى ركعتين ثم صعد مره اخرى على المشنقه وقال كما في مغازي موسى بن عقبه، قال: اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام، فبلغه مني السلام. في هذه اللحظه سيدنا خبيب في مكه والنبي في المدينه، يستدير النبي ويقول: وعليك السلام يا خبيب. الان قتل خبيب. خبيب بن عدي اللي ابو سفيان بيقول له وهو على المشنقه، بيقول له: يا خبيب، اتحب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك الان يشنق؟ قال: لا والله، ما احب ان اكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. ثم أخذ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعة. بيقول: يا رب ده أتمنى أن أنا أتقطع حتت بس أنت ترضى عني يا رب العالمين. سبحان الله، دي كانت أمثلة بسيطة جدا من محبة النبي لله سبحانه وتعالى ومن محبة أصحاب النبي لله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، والله ثم والله، أولا بحبكم في الله، والله أقسم بالله بتقرب لربنا بحبكم في الله. ربنا يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فرق كبير جدا بين من مات في حضن حبيبته في الحرام وبين من مات وهو ساجد بين يدي رب الأنام سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي، سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن، سيدنا علي بن أبي طالب قتل وهو ذاهب ليوقظ الناس لصلاة الفجر، سيدنا أنس بن النضر قتل واستشهد وهو يشم رائحة الجنة، والذين آمنوا أشد حبا لله. فرق كبير أوي أوي بين المشاهد اللي ذكرتها ديت وبين 20 بنت اللي لما مات العندليب راحوا رموا نفسهم من البلكونات وماتوا وقتلوا أنفسهم وسموهم في الجرائد كده شهداء العندليب. بس على حد قراءتي وعلى حد علمي ان ابواب الجنه 8 ما فيهاش باب لشهداء العندليب الا اذا كان يخش بقى من الدائره او من الاوتوستراد، يعني دي حاجه تانية سبحان الله. شفت قد ايه الفرق؟ واحد يموت في سبيل الله، واحد يموت في سبيل مطرب مات او لعيب كوره مات او خسرت الدوري او الكاس او كاس امم او غير ذلك. سبحان الله، والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى لما نتكلم عن الحب الحقيقي، لما نتكلم عن فتنة الحب، نقول ان انت لازم تتخلص من اي حب سوى الحب اللي ربنا عايزه. هتحب ربنا
هتحب مين كمان؟ هتحب نبينا صلى الله عليه وسلم اللي الكون ده كله حبه، اللي هو قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هو نفسه قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان لما بيحط الحصى في ايديه كان يسبح، لما يحط اللقمة في ايديه كانت تسبح. جبل أحد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي الدنيا كلها اشتاقت إليه وحبته والكون ده كله تفاعل مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هتحب ربنا وهتحب النبي وهتحب الصحابة وهتحب أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الله أكبر. عشان كده بقول أول رسالة عايز أوصلها لكم النهاردة، والله ثم والله بحبكم في الله، وبتمنى نحب بعض في الله، وبتمنى ان احنا نتواعد من الان ان لو حد مننا ربنا قدر له الشفاعة يوم القيامة نشفع لبعض عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحشر في الجنة مع بعض. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. وافكركم بالحلقة دي حلقة فتنة الحب او الحب الحقيقي اللي انتوا عايزين تسموه، المهم في النهاية كل المعنى يدور حول الحب. ربنا يجمعنا تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى. يجي شاب بقى يقول، وده بقى موضوعنا بقى، يقول طب خلاص انا اتفقنا اهو احب ربنا، خلاص احب ربنا. طبعا طبعا ربنا يحب لذاته، سواء انعم علينا او لم ينعم علينا، سواء رزقنا ام لم يرزقنا، هو يحب لذاته سبحانه وتعالى. احب ربنا واحب النبي صلى الله عليه وسلم واحب الصحابه واحب ابويا وامي واحب قرايبي واحب زمايلي واحب زميلاتي. نقول له بس اقف عند الحته دي، احب زميلتك يعني ايه؟ هو في حديث بيقول من احب زميلته دخل الجنه؟ اصل في مشكلة دلوقتي انك لما تيجي تدخل الحرم الجامعي تلاقيه دلوقتي انقلب الا من رحم الله سبحانه وتعالى لاماكن للحب والعشق والغرام. تخيل حضرتك ان في شوارع جوه الجامعة اسمها الشوارع، اسم الشارع كده شارع الحب، تخيل، او شارع الحبيبة، شوارع جوه الجامعة نفسها جوه الحرم الجامعي، جوه الحرم الجامعي اسمها كده شارع الحب، تلاقي كل اتنين قاعدين على جنب كده وقاعدين بقى يسرح بيها بقى، عمال بقى يعرف حضرتك اللي ايه الاسطوانات المشروخه بقى يعني، واخد بال حضرتك، ويقعد بقى يرسم لها الدنيا بقى والمستقبل والحياه وهنعيش حياتنا مش عارف ازاي وهنعيش في ظل القمر والشمس والنجوم، ويقعد بقى يورينا نجوم في عز الظهر. يفضلوا عايشين مع بعض في الحرام فتره طويله جدا، في حين ان الشاب ده ما عندوش استعداد لا يتجوز ولا عنده استعداد يرتبط، ولا هي في نفسها برضه ممكن تكون عارفه ان هو مش لسه، ده لسه طالب يعني، لسه بياخد المصروف من باباه، فازاي هيتجوز؟ ازاي هينشئ بيت؟ هي عارفه ان مش هينفع يتجوز ومش هينفع تتجوزه دلوقتي ولا يتجوزها دلوقتي، لكن رغم ذلك هي يعني ماشيه معاه في القصه وعايزه تعيش مشاعرها. وفي مشاكل كبيره جدا اول ما تخش الجامعه زي ما قلت لك تلاقي الثنائيات ديت، رغم ان والد هذا الشاب ممكن يكون الله يكون في عونه دافع دم قلبه عشان الشاب ده يتعلم، ورغم ذلك الشاب بدل ما يروح يتعلم رايح يعيش قصه حب وغرام مش مع واحده ولا اتنين، ممكن يكون عايش قصه حب وغرام مع اتنين وتلاته واربعه، يعني زي الشاب اللي بيسال صاحبه بيقول له انت يا ترى في الجامعه حبيت كم واحده؟ قال له حبيت 15 لاني ما كنتش فاضي كان عندي امتحانات. فشاك في الموضوع ان بقت مشكله كبيره جدا حته الحب النهارده، بقت الاماكن التعليميه النهارده انقلبت لاماكن للعشق والحب والغرام، واللي اكتر من كده كمان للجواز العرفي. وهنيجي نتكلم ان شاء الله في حلقه يعني كامله عن موضوع الزواج العرفي ومقاس الزواج العرفي، وازاي ان شباب كتيره وقعوا في الحرام، وازاي ان كان في ثمره سيئه ان اولاد كتيره جدا اترموا في الشوارع بسبب هذا الزواج العرفي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. شاب اللي شاف افلام كتيره جدا وهو صغير وهو كبير كمان عايز يطبق كل اللي شافه في الافلام في الحرم الجامعي، شاف افلام حسن ونعيمه روميو وجولييت ومش عارف وقيس وليلى وعنتر وعبلة، وعايز يروح يعيش قصة حب بأي طريقة ايا كانت بقى، في الحلال في الحرام، مع انه هو قدامه الحلال، عايز تتجوز مستعجل، كلم والدك وكلم اسرتك ان كانوا يقدروا يساعدوك اتجوز وعيش احلى حب في الدنيا واجمل حب، وشوف حياه الحب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان عايش اجمل قصه حب صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشه ومع امنا خديجه ومع زوجاته كلهم، لكن كان صوره الحب واضحه قوي مع امنا خديجه ومع امنا عائشه. شوف قد ايه النبي كان عايش وبيعلمك الحب الحلال، بيعلمك ازاي تدلع زوجتك، ازاي تسابق زوجتك وتضحك معاها وتفزح معاها، ازاي تدخل عليها الفرحه والسرور، وازاي هي كمان تسعدك وتفرحك. هو ده الحب الحلال.
اللي احنا عايزينه للشباب. مرة قابلت الشاب فلقيته راسم كده صورة، مش صورة، رمز كده معين على التيشيرت بتاعه. فبقول له ايه ده؟ قال لي مش عارف الشيخ ده ايه ده؟ قلت له لا ما اعرفش. قال لي ده كيوبيد. قلت له ايه كيوبيد ده؟ موبيد حشر. قال لا ده اله الحب. قلت له اله الحب؟ الحب بقى ليه اله؟ قال لي اه. خد بالك؟ لا والطم الكبرى بقى ان احنا جايين يوم 14/2، يعني بعد حوالي 5 ايام عيد الحب. فالنتاين. فالنتاين دي. اه خد بالك؟ اه يقول لك شيخ محمود بيتكلم انجليزي، ما هو احد المشايخ بيسالوه بيقولوا له هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال لهم نو. واخد بالك يعني؟ فايه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الفالنتاين دي، ايه الفالنتاين ده؟ ليه قصه على فكره لذيذه جدا. ان كان في العصر الروماني الامبراطور الروماني كان اي واحده تولد كان يامر الجنود بتوعه ياخدوا الطفل المولود ده ويحطوه فوق الجبل ليله كامله، فلو مات يبقى خلاص اهو مات وخلص منه، ولو ما ماتش يقول لك بس يبقى الطفل دوت قوي ويتحمل انه لما يكبر يكون محارب، يقدر يحارب مع الدولة الرومانية ويقدر ينتصر للدولة الرومانية. فضلوا على كده فترة كبيرة حتى ما قدر ان هو ينتقي عدد كبير جدا من المحاربين، وراح محرم عليهم الجواز. ليه؟ عشان ما يشغلهمش عن الحرب والقتال والكلام ده كله. لكن فطرة الإنسان، الرجل مفطور على حب المرأة في الحلال والمرأة مفطورة على حب الرجل في الحلال. ما قدرش الشاب منهم اللي هو المقاتل دوت ما قدرش يستغنى عن أنه لازم يكون ليه واحدة يعني يستمتع بها في الحلال، لكن ما قدرش يوصل للحلال دوت. فابتدوا يروحوا لواحد اسمه القديس فالنتاين. قالوا له الامبراطور الروماني حرم علينا الزواج، طب نعمل ايه؟ قال لهم بسيطة، تعالوا لي في الكنيسة سرا انا اجوز كل واحد من العشيقة بتاعته اللي بيحبها وتخلصوا الموضوع ونلم شمل ده على ده. مين اللي علم بالموضوع دوت؟ اللي علم الامبراطور الروماني. قال له بقى انت تعمل كده من وراي، راح واخد القديس دوت فالنتاين وراح ايه وراح قتله. فلما قتله اخذ الناس في الامبراطورية الرومانية يحتفلون بيوم قتلوا. امتى قتلوا؟ يوم 14/2، 14 فبراير. فبدأوا يحتفلوا بعيد الحب لأن القديس أو لأن السانت فالنتاين دوت، واخد بال حضرتك، دوت ضحى بحياته كلها عشان خاطر الحبيبة. فقالوا بس لابد نعمل له إيه؟ عيد الحب. فبدأوا يحتفلوا بعيد الحب وبدأوا يهدوا لبعض قلوب حمراء وورود حمراء ويعملوا عيد الحب عشان خاطر القديس فالنتاين. هل يجوز يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، هل يجوز ان هو دول بيحتفلوا بالقديس فالنتاين، احنا كمسلمين يا خديجة يا عائشة ويا احمد يا محمد ويا عبد الله، يجوز ان احنا نحتفل بالقديس فالنتاين وانه احنا نجيب لبعض قلوب حمراء وورود حمراء؟ الكلام ده يا شباب ما يجوز. الله يبارك فيكم. خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند ابي داود بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. خد بالك اخويا وحبيبي، وخد بالك اختي الفاضله، لينا عيدين، لينا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، ولينا عيد اسبوع يوم الجمعه، ولينا افراح كل يوم بطاعه ربنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. انا بعتبر يوم الثلاث ده عيد لينا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نلتقي على محبه ربنا وعلى محبه نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول يا جماعه الخير، ربنا يبارك فيكم، احذروا يا شباب المسلمين من الاحتفال بالفالنتاين دي. ودي قلت لكم القصه، اللي عايز يحتفل بالقديس فالنتاين انا عايز اقول له يعني لما تقابل النبي يوم القيامه على الحوض ويقول لك احتفلت بالقديس فالنتاين وما احتفلتش بسنتي، هتقول له ايه؟ عشان كده فاصل نطلع له بسيط كده ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم بعد دقائق معدودة كده إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. بحبكم في الله. عايز أقول يا شباب حبايبي اللي بحبكم في الله والله وبتقرب لربنا بحبكم، يا شباب خافوا على نفسكم، وقتكم غالي ودينكم غالي، دينك دينك لحمك دمك، دينك ده أغلى حاجة عندك في الدنيا. خلي اتباعك لرسولك صلى الله عليه وسلم، شوف النبي عمل إيه وامشي وراه، طريق الجنة خلف النبي، والله ما في طريق الا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. معقوله عمرك رخيص لدرجه ان انت ممكن تضيع عمرك كله في ان انت تعيش قصه حب محرم؟ احنا ان شاء الله الحلقه القادمه هنذكر ايه اسباب الوقوع في الحب المحرم وايه اسباب العلاج، عشان ما نبقاش كلمنا كلام هلامي وخلاص كده. لا، ده انا عايز اوصف لك الوصفه يعني السحريه زي ما بيقولوا لعلاج هذا العشق المحرم. عايزين نملا قلوبنا طاعه ربنا وحب ربنا وحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، مش هتلاقي اي مكان لاي حب محرم. لو حب تدخل اي حب في قلبك هتدخله بشفره، الشفره دي مكتوب عليها لله،
انا بحب امي مش عشان هي رضعتني واكلتني وحملتني و انا بحب امي حتى لو ما عملتش كل دوت، انا بحبها لان ربي امرني احبها، انا بحب قرايبي لان ربي امرني احبهم، انا بحب المسلمين لان ربنا امرني احبهم. عشان كده المساله الحب عطاء، الحب ما كان عمره ما كان تبادل فقط مصالح، ان فلان بحبه عشان هو بيحبني، فلان بزوره عشان هو بيزورني، لا انا بحبه عشان ربنا امرني ان انا احب كل المسلمين وان انا اكون فعلا يعني قريب من كل مسلم. ربنا يجمعنا اياكم على الخير. فانا بحزن قوي على الشاب اللي يضيع عمره كله بدل ما يستفيد من دراسته وبدل ما يتقدم وينفع دينه وينفع وطنه وينفع مجتمعه وينفع اسرته وينفع نفسه، يضيع وقته كله في حب محرم، يضيع فلوسه، يضيع صحته، ويضيع شبابه، ويضيع عمره. والله اغلى حاجه في الكون ده كله عمرك ووقتك يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. كل يوم حضرتك بتقطف ورقه من النتيجه، لو تفطنت او لو ادركت انت بتعمل ايه، انت بتقطف يوم من عمرك وبترميه على الارض، يوم من عمرك. اليوم ده عدى عملت فيه ايه؟ قربت ربنا ولا لا؟ قربت النبينا ولا لا؟ خدمت دينك ولا لا؟ خدمت وطنك ولا لا؟ هتعمل ايه باليوم دوت؟ هتسأل يوم القيامة، هيتعرض لك كل يوم على صورة 24 خزانة، في ساعة ما شاء الله خزانة منورة كنت بتذكر فيها ربنا، كنت بتصلي، كنت بتقرأ قرآن، كنت بتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، كنت بتبر أمك وأبوك، وساعة تانية تلاقيها مظلمة كان فيها معاصي وبعد عن ربنا، وساعة تالتة لا هي مظلمة ولا هي منورة كنت غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. خلي عمرك كله يبقى في طاعة ربنا، واحتسب في كل عادة أنها تكون عبادة عشان تؤجر عليها، تحتسب في نومتك وتحتسب في قومتك وتحتسب في الأكل وفي الشرب وفي العمل وفي كل حاجة أنها تكون عبادة تتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. فلما يجي الشاب النهاردة يضيع وقته ويضيع عمره في قصة حب مع فلانة ويسيبها ويروح يحب فلانة ويسيبها ويروح يحب فلانة، ويقضي عمره كله الأربع سنوات أجمل سنوات عمرك وشبابك تقضيه كله في حب محرم، وفي الآخر ما انتش هتتجوزها، في الآخر انت بتضيع وقتك وخلاص. وسبحان الله المشكلة ان احيانا الشيطان يلبس على بعض الشباب برضو مشاكل تانية. يعني يجي شاب يقول لي ايه، والله انا كنت بحب واحدة في اولى جامعة وربنا اكرمني انا وهي والتزمنا، لكن لما التزمنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ويبوس ايده وشه ضهري كده يقول لي الحمد لله رب العالمين، بقيت عينها على طاعه ربنا وهي كمان تعين على طاعه ربنا. ابا بقول له ازاي؟ قال لي يعني مثلا بالليل كده بعت لها رساله، ما تنسيش قيام الليل يا وزه، واخد بالك، صباح يوم الاثنين ما تنسيش صيام الاثنين يا بطه، واخد بالك، ويفضل بقى ما بين الوز والبط والموضوع يعني طبعا يعني سبحان الله. فهي كمان بقى تقوم تصلي قيام الليل وهي ساجده بقى، يا رب يكون بيحبني يا رب، ويا ساجده وبتبكي ومش عارف ايه، ما شاء الله يعني قيام الليل حاجه اخر فانتستك يعني، واخد بال حضرتك. وبعدين بقى يبتدي يسالها بقى ويشوف المساله هتسلك في موضوع الزواج ولا لا، هيبتدي يسالها انت برجك ايه، فتقول له مثلا برج مائي، يقول لها وانا برج ترابي، مائي مع ترابي هتبقى العيشه زي الفل يعني ان شاء الله، ربنا يكرمهم يا رب العالمين. فانا عايز اقول لكل بنت ربنا يحفظك ويبارك فيك، انت جوهره، انت جوهره غاليه مصونه، الاسلام حفظك وحافظ عليكي، اوعي ترخصي نفسك يا اخت، اوعي تروحي تعملي علاقه حب محرمه من وراء اهلك، لان دي خيانه للامانه، خيانه للامانه، هم ادوكي حريه وادوكي الامانه دي كلها، اوعي تخوني الامانه يا اخت، ربنا يبارك فيكي. حاجه ثانيه عايز اقولها لك، البنت اللي رايحه الجامعه مش عشان تتعلم، رايحه عشان تدور على فارس الاحلام، ورايحه تدور على علاقه محرمه، عايزه تحس بوجودها، عايزه تحس بوجودها، لانها مش لاقيه الحب والحنان والرحمه في بيتها بين اهلها. وعشان كده بقول للاهل اتوصوا ببناتكم، املوا حياتهم حب، املوا حياتهم رحمه، خد بنتك في حضنك، خدي بنتك في حضنك، خدوا ولادكم في احضانكم، املوا حياتهم بالحب والحنان عشان ما يحتاجوش ان هم يدوروا على الحب والحنان من طريق محرم. يا جماعه المسؤوليه في المقام الاول مسؤوليه اهل واسره وناس، لازم ناخد بالنا من ولادنا. وعايز اقول اوعي تفتكري ان العلاقه المحرمه اللي عملتيها مع الشاب ده هتكون سبيل للزواج بتاعك، ابدا بالعكس، ده هو الشاب هيمشي معاكي سنه واثنين وثلاثه، ويوم ما يفكر يتجوز يقينا والله عمره ما هيفكر يتجوزك، لان انت رخصت نفسك عنده. يوم ما هيعوز يتجوز هيروح يتجوز واحده ما مشيتش مع حد ابدا. واسالي الشباب، اسالوا اي حد، انا سالت الشباب قلت له لما تعوز تمشي تمشي مع مين؟ قال لي مع البنت اللي هي
مقضيها يعني بالطول وبالعرض، متبرجه وبعيده و انما لما عاوز اتجوز ما اتجوزش غير واحده محجبه وملتزمه وعايشه دينها، عشان هي دي اللي هتربي ولادي. خدت بالك؟ اوعى تلخصي نفسك، انت غاليه قوي، انت غاليه ومقامك عالي. وعايز اقول للشباب والبنات اللي فاكرين ان اهاليهم ظلموهم لانهم منعوهم من الحب المحرم، عمرهم ما ظلموكم، ولما هتكبروا هتعرفوا ان اهاليكم كانوا بيحبوكم فعلا وخايفين عليكم. الحلقه القادمه هنتكلم عن كل اسباب الحب المحرم وعن علاج الحب المحرم، وبعدها نتكلم بقى عن الحب الحلال بقى بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال العقد الإسلامي الجميل ومن خلال الحياة الإسلامية الجميلة. نتلقى اتصالاتكم ونقرأ إن شاء الله الهدايا التي وصلت لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الليلة رقم 30. مين معانا يا شريف؟ أستاذ غفران، سلام عليكم. جميل، نبدأ لا نسى غفران، نبدأ بالغفران الحمد لله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. طيب فصل التليفون. طب نقرا الاس ام اس، رسائل الجروب البرنامج بالفيسبوك، ربنا يحفظهم. السلام عليكم، تحياتي للشيخ وبارك الله فيك. هديتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني سالبس النقاب رغم كل الصعوبات، ارجو منك الدعاء. ساره مجاهد من المغرب، ربنا يثبتك اخت ساره. الاخت ساره الانصاري قالت هديتي اني ادعي غير المسلمين للاسلام ودلوقتي بتعلم لغات، ادعي لي ربنا يثبتك وينفع بيكي. الاخت سماسم بتقول هديتي للرسول اني بستغفر الله اثناء قيامي باعمال المنزل وأنا بقطع الخضار لتحضير الطعام، والحفاظ أيضا على صلاة الفجر بحمد الله، والحفاظ على سورة الملك يوميا، دي المناعة من عذاب القبر يا جماعة، وسورة الإخلاص والناس والفلق. علي أبو يوسف بيقول هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحفظ القرآن الكريم وأعمل بما حفظت، ربنا يبارك فيك. الأخت بسمة يوسف بتقول هديتي للنبي إن أبر والدي وأساعده، إن أبر والدي وأساعده إنه يتخلص من أفكار وعادات باطلة انتشرت في مجتمعنا، ربنا يحفظك. طالب الفردوس بيقول هديتي نشر الدعوة الإسلامية ومحاولة دعوة الغرب بإذن الله من خلال تعلم اللغات الأجنبية، ربنا يحفظك. الأخ أحمد سمطار بيقول هديتي يا شيخ محمود للنبي صلى الله عليه وسلم حب لإخواني في الله وكمان حفظ القرآن، وادعي لنا بالثبات وتيسير الأمر، ربنا يثبتك وييسر أمرك. الأخ أو الأخت ندى محمد قالت هديتي للنبي أن أكثر من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. الأخت جنات الفردوس قالت هديتي لحبيبي محمد. طب معانا تليفون الأخت أميرة من تونس. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي أميرة. أنا أميرة من تونس. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا نحب نتحجب، ما أعرفش كيفاش. بتحبي تتحجبي؟ إيه. طب ربنا يا رب يرزقك الحجاب، ما هو ده الأصل بقى. يعني لأن ربنا أمر نبينا إن صلى الله عليه وسلم إنه يأمر الأمة كلها بالحجاب، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فحضرتك أختي أميرة لو ليكي جارة محجبة اسأليها تجيب الحجاب منين وتلبسي وتتوكلي على الله نصرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ طيب الأخ فياض قال هديتي لرسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أني كلما أخلص فصل من المذاكرة أقرأ سورة صغيرة من القرآن، وعندما أكون في الجيم للتمرين بسبح وبذكر ربنا، ربنا يبارك فيك. المسلمة يسرى قالت هديتي أعامل كل من حولي بأخلاق طيبة، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. محبة أمهات المؤمنين هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله مني على بال دائما، لأني سمعت الشيخ محمود المصري بيذكر بيقول إن ده أفضل أنواع الذكر، فعلا ده أفضل أنواع الذكر. هديتي لرسول الله، دي الأخت آثار محروس، أني بصلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. الأخت أم سارة هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم تعليم أطفال جيراننا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة لنا في حياتنا صلى الله عليه وسلم. طيب معانا تليفون الأخت غفران. سلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمود رسري. أيوه سلام عليكم. عليكم السلام، إزي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. والله أنا بحب حضرتك في الله. ربنا يحبك ويسترك دنيا وآخرة يا رب. طب كان عند حضرتك سؤال. اتفضلي تحت أمر. هو بره موضوع الحلقة يعني. اتفضلي. هو ماما كانت حاطة مبلغ من المال في مكتب البريد. نعم. اللي هو البوستة ده، فالفوائد بتاعته عرفت إن هي حرام يعني ما ينفعش. نعم. فهل ينفع إن آخدها وتديها لمثلا واحدة محتاجاها يعني؟ نعم، هي ما فيش مشكلة إن شاء الله تديها لها، بس ما تقولهاش بقى طبعا إيه عشان برضه ما تأذيهاش نفسيا، ما تقولهاش خدي دي فوائد ربوية اتفضلي يعني بالهنا والشفاء، إنما تقول لها اتفضلي وتعطيها لها بنية التخلص من هذا المال، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب يا الأخت عفاف من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى من تونس. يا اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ مصطفى، استاذ محمود، يعني انا عايزه اتحجب لكن مش مقتنعه بالحجاب تمام. ليه؟ طيب ده امر ربنا سبحانه وتعالى. يعني صلي ليا تقريبا 11 سنه بس. طب انت عندك كم سنه وقت عفاف؟ عمري 24 سنة. 24 سنة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخت عفاف. شوفي بقى، اللي بيحب ربنا لما يعرف ان ربنا هو اللي امر يقول يا سلام على عيني وعلى راسي، يا سلام ربنا امرني بالحجاب. وبعدين الحجاب ما هوش امر اختياري، لا ده فرض على كل مسلمة انها تتحجب. شوف ربنا بيقول يا اختي، ولسه بعيد لحضرتك الايه، لسه الاخت يعني اميره لسه كانت متصله برضو من تونس، ربنا يحفظ اهل تونس. شوف ربنا بيقول يا ايها النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قل ليه لازواجك ومين وبناتك ومين تاني ونساء المؤمنين اللي حضرتك واحده منهم، نعمل ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فتوعدي يا اخت عفاف وتقعدينا اخت اميره ان شاء الله ان انتوا تقرروا من بكره تلبس الحجاب، وهدعي لكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على الهواء مباشره، ربنا يبارك فيكم. الاخ جمال من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام اخ جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود مصري؟ اهلا بحضرتك. انا بحبك في الله. حبك الذي احفتني فيه. والنبي ادعي لي انا وزوجتي وفاء. طب قول لا اله الا الله. حاضر، هدعي لك. الحمد لله. حاضر، انا اي حاضر. ربنا يحفظكم ويملى بيتكم بالسعاده والسرور. ادعي لنا كده ربنا يسترها معانا ويدينا الصحه ويبعد عننا الوسواس. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويملى بيتكم بالسعاده. حاضر، انا اي حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. لا الحاجه اصلا، لا اصلا مكسوفه. طيب خلاص ماشي، ربنا يخليك يا رب. الف شكر. الله يخليك يا استاذ جمال، ربنا يحفظك يا رب. طيب الاخت فتيحه 19 سنه وخديجه من المغرب بتقول هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام الالتزام بالحجاب واقامه الصلاه، المرجو من الشيخ محمود ان يدعو لنا بالثبات، ربنا يثبتكم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين. الاخت علياء حسن بتقول هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام الاكثار من الصلاه عليه وعمل خير ينفع المسلمين، حتى اشرب من يده الشريفه يوم القيامه شربه هنيئه مريئه لا اظمأ بعدها ابدا. يا رب انت واحنا وجميع المشاهدين نشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم جماعه كده، نقول يا رب كل الجماعه اللي كانوا بيتفرجوا على ليلى في بيت النبي نفسهم يشربوا من ايدك يا رسول الله، ونجتمع كلنا كده مجموعه واحده، ربنا يحفظكم. الاخ محمد حسن السيسي من مصر، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم الدعوه الى الله على بصيره وحب كل المسلمين في الله. اميره احمد، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم قلب على يقين بالله متوكل عليه، ربنا يحفظك، عباده القلب عباده عظيمه. هند سراج الدين، هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان لبست النقاب والمحافظه على القيام وعدم مشاهده ما يغضب الله ورسوله. طيب الاخ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. يا مليون مرحب بيك يا شيخ محمود. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. الله يعزك ويخليك لينا. الله يخليك استاذ احمد. طب يا ريت طيب. وانت صح سلام، بس يا ريت وطي التلفزيون شويه. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا استاذ احمد. ماشي يا شيخ. تمام. طيب اتفضل. عندي ابني ايوه رضع من عمته 3 مرات. نعم. وعاوز يتجوز بنتها. طيب حاضر. فهي الحكم. جوزها ان شاء الله، لان هي الرضعات المحرمه 5 رضعات مشبعات. هو 3 الحمد لله لسه ما وصلش لايه؟ للخمسه ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب ويبارك فيكم وبقى اعزمنا في الفرح. الاخ حسام، ما بقول لحضرتك هو الرضعات المحرمات 5 رضعات مشبعات، ما دام 3 يبقى لسه ما وصلناش للرضعات المحرمات. هديتي الاخ حسام السواحلي بيقول هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا مسحت كل الاغاني والافلام اللي عندي وبنشر الدعوه الى الله في الفيسبوك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخ حسام. الاخت حوريه الجنه، حورية الجنة بتقول هدية الرسول صلى الله عليه وسلم حب للقرآن ومحاولة حفظه. أم أميرة من السويد بتقول هدية الرسول صلى الله عليه وسلم تربية بناتي تربية إسلامية، جزاكم الله خيرا. الحمد لله. الأخت بتقول ما زغرش اسمها، الحمد لله لبست الخمار، وكما هو واضح أن دعوة الشيخ محمود المصري جزاه الله كل خير. الأخت هويدة، طيب حاضر هويدة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الايام ربنا يبارك فيك يا رب. ما كانش ربنا عاقبني ساعتها والحمد لله
يعني تبت الحمد لله. الحمد ودلوقتي لله. انا فعلا مريضه بمعدتي وتعبانه جدا، فبتمنى ان ربنا يكون فداني الاوان ان هو يبتليني ليغفر لي ذنوبي. لا ما تتمنيش البلاء ولا حاجه، اتمنى ان ربنا يغفر لك بلا بلاء، ربنا يحفظك ويسترك ويعوضك كل خير بزوج صالح يعينك ويسعدك ان شاء الله. الحقيقه مش لاحق اقرا كل الرسائل، يعني اظن الوقت انتهى يا شريف ولا لسه؟ فاضل قد ايه؟ 20 ثانية. طيب الوقت يعني الحقيقة جري بينا، وعايز أقول لكم إن شاء الله على موعد الحلقة القادمة عن كل أسباب الحب المحرم وعلاج الحب المحرم عشان نملأ قلوبنا بحب ربنا. والله الذي لا إله غيره أسعد لحظة في عمرنا يوم ما نملأ قلوبنا بحب ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب بعض، حب الصالحين، بنحب بعض. وإحنا إيه اللي جمعنا في البرنامج ده؟ الحب مع بعض والجروب اللي على الفيسبوك اللي بتاع ليلة في بيت النبي، إيه اللي جمعهم؟ حب النبي وحب ربنا سبحانه وتعالى من قبل ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى تجيني رسائل إن ناس كتيرة وشباب كتيرة تابوا من الحب المحرم وهيبدأوا يعيشوا حياتهم صح إن شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا.